إلى استاد المقاولون العرب، وهناك كان مراسلنا حازم زيدان اللي أنا بحييه وأنحني له تقديرا واعتزازا. التفاني في العمل لا يأتي صدفة. أنا فوجئت إن حازم زيدان تم تكليفه بالمباراة وما نعرفش إنه تعبان، وتحامل على نفسه وراح المباراة وهو على عكازين. يعني منتهى التفاني والاحترام، عشان كده كان لازم أبدأ أحييه. تحية لمراسلنا حازم زيدان، وربنا سبحانه وتعالى يشفيه، وأنا بعتبر إن دي لقطة الأسبوع، وحازم أفضل مراسل عندي في الأسبوع الأول على الإطلاق. يعني لم يعتذر، وإنما بالعكازين راح وعمل شغله على أعلى مستوى. وكمان العبور فجر مفاجأة من العيار الثقيل يا كابتن أيمن مشالي. كرم جابر بكل إمكانياته إلا على قده استطاع أنه يهزم وادي دجلة في مفاجأة الأسبوع على ملعب وادي دجلة 1-0. طبعا احنا ما شفناش الماتش، بس هي مفاجأة كبيرة في المجموعة دي بالذات، لأن وادي دجلة فرقة كويسة، مؤسسة كبيرة، معانا الهدف كمان. ماشي، فرقة كبيرة، مؤسسة كبيرة يعني، وجايبين مدرب أجنبي، وعندهم أصلا قاعدة ناشئين كبيرة جدا، وعندهم فرق كتير. ووادي دجلة كان بيلعب، كان له شكل وطريقة معينة، حتى السنة اللي فاتت كان كويس جدا، بس يعني نتيجة مفاجأة في المجموعة دي. بتمنى إن شاء الله انه وادي دجله، لانه برضو من الانديه اللي بتلعب كره كويسه جدا، وكان عندهم المدرب اللي هو اللي كان ماسكهم الاجنبي ده، كان عامل معاهم طفره كبيره، وجايبين مدرب اجنبي. هم ماشيين على نفس الخط برضو، هم فرقه بتستثمر لعيبه وبتبيع لعيبه للانديه اللي بره وكده. لكن طبعا زي ما قلت لك، المجموعه دي صعبه جدا جدا، ما تقدرش تتوقع اي حاجه دلوقتي. يعني ممكن تلاقي فرقه اتغلبت اول الدوري هي اللي ممكن تصعد، فلسه يعني الدوري ده هيسخن جدا في المجموعه دي. يعني قدامنا هي فرحة عامرة وغامرة وكبيرة جدا، وكان في ناس كمان مشجعين. وأنا بشكر إدارة استاد المقاولون العرب، وبشكر عمنا المحترم معالي المهندس محمد عادل المشرف العام على الكورة في ملعب المقاولين، تعاون كبير مع قناة الشمس وكرة بلدنا. شيء مفرح إن الناس توفر لنا دخول الكاميرات، وبنصور على قد إمكانياتنا الحمد لله، وده شيء كويس يعني. فخلينا حازم عمل لنا مجموعة لقاءات كده يا جماعة، يعني في حدود المتاح. بشكره جدا على جهده وعلى تواجده في ملعب المباراة. وطبعا كابتن عبد الناصر بنقول مبروك للنادي العبور، لان نادي العبور برضه اول سنه يصعد. كرم جابر كمان مدير فني محترم طبعا، فبنشكرهم على يعني. ولا وكان في مشكله صعد بقرار، كان الشرطه وهو وقرار اتحاد كوره، هو اكيد جابوا برضه يعني من الشكل العام، وعندهم مجلس اداره محترم جدا طبعا. جدا طبعا، انت تكسب وادي دجله في اول ماتش، اكيد انت عندك لعيبه كويسه صح، وعندك مدير فني كويس يعني. طيب، الى حازم زيدان ومباراه وادي دجله ومفاجاه الاسبوع، فوز العبور 1-0 خارج ملعبه على وادي دجله في استاد المقاولون العرب. بالنسبه للاداء بتاعنا النهارده، طبعا هو اداء مجهوده عالي، اللعيبه نفذوا كل حاجه طلبت منهم، كل حاجه عرفناها عن دجله فعلا حصلت النهارده في الماتش، ومجهود اللعيبه في النهارده في الملعب يعني كبير قوي بصراحه، وحتى كان في لعيبه منهم تعبوا وبرده كانوا بيقدموا المطلوب منهم. النهارده بالنسبه لنا احنا كفريق العبور طبعا عندنا لسه حاجات نزودها، لسه ما فيش فريق دايما في احسن حاله، دايما كل الفرق عندها نواقص، احنا بنشتغل على النواقص دي، بنحللها وبنجيبها للعيبه، ومع التعاون مع الجهاز الفني بقياده كابتن كرم جابر وكابتن سامح وكابتن مصطفى كابتن صحيح، بنبتدي نشتغل على النواقص دي، وان شاء الله اللعيبه بتتطور، وهم اللعيبه كلهم بسم الله ما شاء الله يعني اذكياء وبيستجيبوا بشكل كبير. طبعا والفروقات في الكوره اللي بيجيد مش بالاسماء ولا بالانديه، والحمد لله انت شايف كل الفرق اللي ممكن نكون كمان لعبنا فيها كانت لسه صاعده وعملت لنفسها اسم، كان منها دجله، ما لعبتش في دجله بس كان منها المقص، منها دجله، كل ده عمل لنفسه اسم منين؟ طالع من التاليه ومن التالته كمان. فالكوره في الملعب تعب وعطاء، لعب فرقه كبيره وجهاز فني محترم، لكن الحمد لله الناس ادت، والحمد لله يعني بنشكر اللعيبه بتاعتنا لان هم فعلا اجادوا. الكابتن كرم كل الكلام اللي قاله
نفذوه ودي حاجه كويسه. الف شكر ليك ولاسره البرنامج والاستاذ عبد الناصر زيدان الاعلامي المتميز. الحمد لله النهارده كان الفوز ليه طعم تاني خالص. اولا ليه ابعاد ايجابيه حلوه قوي، اول مباراه لينا في الممتاز به بشكله جديد، بنلاعب فرق عندها خبرات دوري الممتاز، فريق العبور لسه طالع من الدرجه الثالثه. الحمد لله لعيبه كانوا رجاله، جهاز فني على اعلى مستوى، دعم كل الدعم من مجلس الاداره ونادي العبور للجهاز الفني واللعيبه. باذن الله القادم افضل كمان. النهارده اول مباراه وبعد كده هيبقى احسن. فريق العبور هم كان عندهم الدوافع اكتر، هم كانوا مركزين بصوره اكتر، كان بينافسوا تعليمات المدير الفني بتاعهم بصوره اكبر. احنا كنا ده حذرنا قبل الماتش ان الفرقه صاعده من درجه ثالثه هيبقى عندها دوافع، هيبقى عندها معدل الجري بتاعهم بصوره اكبر. هم اتفرجنا على ماتشات وديه ليهم قصاد الاسماعيلي وقصاد زد، لعيبه صغيره في السن بتجري كتير، كره الثابته بتاعتهم بيعملوها بصوره ايجابيه. النهارده ما كناش مركزين، في كذا لعيب كان خارج الفورمه بتاعته النهارده، ما كناش بندي 100% من الجهد المبذول يعني. فما يعني نبص لقدام، هو ده الاهم، ان احنا عندنا ماتش مهم قصاد الشرقيه الدخان الاسبوع القادم يعني ان شاء الله. خلاص ماتش النهارده عدى بمساوئه بالسلبيات اللي فيه، نحاول نصلح اخطائنا ونلعب الاسبوع الجاي بقى ان شاء الله، نحاول نعوض خساره النهارده ان شاء الله. لعب النهارده كانت رجاله، عندنا اكتر من كده بكتير، بنلعب معانا شباب صغير، يمكن اول مره يخوض التجربه بتاعت الدرجه الثانيه، لكن عندهم كتير، عندهم اصرار وعندهم عزيمه واحنا مش فرقه مصنفه من ان احنا نهبط. احنا لينا الحق ان احنا نحلم، لينا الحق ان احنا نحاول. بزعل جدا من الكلام اللي بيتقال ان اول الهابطين من قبل ما نبدا او قبل ما نلعب ان العبور في الدرجه الثالثه او هينزل او من مصنف. لا، كوره متاحه للجميع، انك تحاول دي بشرف متاح للجميع. وفي الاخر بحمد ربنا طبعا على المكسب النهارده وعلى الاداء. الحمد لله النادي العبور وفوز كبير على وادي دجله، 3 بونت مهمين قوي كان لازم نبدا بيهم السباق الطويل ده ان شاء الله. كرم مش اول مره العب معاه، يمكن دي ثالث سنه ابقى موجود مع كابتن كرم، حاجه في الكوره مش واخده حقها يعني، يستاهل اكتر من كده بكتير، وربنا يكرمه رب وربنا يكرمنا كلنا، تبقى سنه خير علينا كلنا وعلى النادي العبور. ربنا كرمنا ان شاء الله باذن الله، والحمد لله النهارده اداء زي ما حضرتك شايف نفذنا كل اللي الجهاز عايزه بالظبط. طبعا في دعم كبير من مجلس الاداره وفي اعضاء النادي الحمد لله والشكر لله، وتوفيق ربنا طبعا بالنسبه للطلب ده، توفيق ربنا تعب زمايلي الحراس طبعا وزمايلي اللعيبه والكابتن صبحي مدرب الحراس وكل الناس، كلنا بنتعب الحمد لله. نقلنا لحضراتكم اهم احداث مباراه وادي دجله والعبور. حازم زيدان.